منتهى الغانم. شنو جاكوتك؟ اعتدت علي وضربتني وحبستني بالمركز يوم كامل. الدكتورة ضربتك؟ حبستك ليلة كاملة؟ نعم، أنا وصديقتي. حبستكم اثنينكم. ليش؟ لين كتلت أختي ورحت المركزة وخزيتها، فضحتها قدام الزبائن مالتها. يعني كتلتها بسطتها لو كتلتها ماتت؟ لا، ده تسوي لها عملية تجميل وكتلتها. الله أكبر، الله أكبر. فعلا الناس ما عندهم ضمير. فعلا ما عندها ضمير. هي لو عندها ضمير كان استحت، مو تحبسني بالمركز مالتها وتضربني حتى أشوف. على العموم أنا قبل رحت للمستشفى، تعالجت وجيتك لأن قلبي محروق. زين، أكو دليل شاهد على كلامك؟ نعم، صديقتي موجودة وكانت شاهد على كل شيء. ممتاز. بابا، أنت شفت الدكتورة من ضربة صديقتك؟ أنا آسفة، ما قدرت، خفت، حاولت أحكي بالسكران وقف على طرف لساني. كل ما أتذكرها اللي سوتها بينا، عذبتنا وهددتنا، ما قدرت أحكي. إحنا أهلنا مو مثل هاي الناس، إحنا أهلنا فقرة وما نقدر لهم. والله العظيم خفت وما قدرت أحكي، حقك علي، ما قدرت إنه أحكي. كلش أعتذر منك وآسفة. أنا